الزبير بن العوام ده أمه صفية. كده خليك من الزبير الراجل. أمه صفية رضي الله عنها كانت في حصن لبني حارثة في نفس المعركة دي. في حصن لبني حارثة شافت لها يهودي برا برا الحصن. كويس؟ فقالت لأحد الرجال قالت لهم رجل اليهودي ده برا بجاي. كويس؟ فقال ما أنا صاحب ذلك. قالت فحجزت عن وسطي ربطت نصها تمام وأخذت عمودا شالت لها حديدة ومرقت له برا. صفية رضي الله عنها كانت قوية مرقت. قالت فضربته حتى قتلته ولولا أني امرأة لأخذت سلبه. قالت والله كان داير ملصه أشيل الحاجات لكن أنا مرأة وعيب المرأة تملص الراجل. صفية رضي الله عنها ولدت الزبير. الزبير ده كان بشق الجيش وبيجي راجع ثاني وضرب في كتفه ضربة. عبد الله بن الزبير قال من شدة ما الضربة دي غريقة في كتفه قال كنت ألعب فيها بيلعب بيده جوا الضربة دي حفرة. يا اخوانا ده الناس رجال. شوف الدين ده الرجال. أكلمك النصيحة أكان أنت دارت تقتل حيلك ها وترقد في البيت وعامل فيها بتنصر الدين كذاب ساي يا زول. الدين ده دار رجال صالحين رجال عديل. يا أخي أتخيل معي مع شدة هذا البلاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا يتكلم مع يهود غطفان وأبرم معهم معاهدة قال لهم أعطيكم ثلث ثمار المدينة على أن ترجعوا. ده 6000 قال لهم بديكم ثلث ثمار المدينة بترجعوا خلاص بس بيقوا على التوقيع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة شاوروا. فقال له سعد يا أخي سعد ده عجيب. قال سعد يا رسول الله أهذا أمر نحبه فنفعله أم هو أمر من الله؟ ده رأي بشاورنا نحن حاجة كويسة معنا نعملها ولا ده من الله؟ قال إنما أمر رأيته. قال يا رسول الله إنا وهؤلاء القوم كنا نعبد الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وما كانوا يطمعون في تمرة من ثمار المدينة من ثمار المدينة إلا بيعا أو قرا. يا بيعنا بيع لهم يا قرا نكرمون إكرام الضيف ساي. لكن قال لهم ما بيطمعوا في تمرة واحدة. قال لو أفحين أكرمنا الله وأعزنا بالإسلام وبك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف. شوف الكلام يا اخواننا الناس محاصرين واليهود نقضوا العهد ده كله. قال له والله لا نعطيهم الا السيف سيف بس. دي رجال عجيبه يا اخي. الصحابه لما تربوا على صفاء العقيده قويت قلوبهم. زول يا اخواننا ما ربى بشرك وبخاف له من شيخ وده مدفون بجاي ودلقان معلق وبخاف من القبور ده ما بينصر دين. تنصر دين بعقيده نظيفه. صحابة ده لما يتربوا زي ده يا أخي ده الرجال رجال ما عادية ذاته يا أخي. هذه شجاعة مفرطة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم وأن يلحقنا بهم في الجنات العلى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد.